ايش يقول يا ابو مسلم الشاعر؟ يقول ربي نطحني جرغي والامه من حالها بنروح مثل امي عليه لبس ما يجلس لها وعمه وملبس وقبل ابن خالي وابن عمه يلت من هو تليم في طرف كمه ليتمد الطرف كمه على كمه قالوا انذبحني وانا من لحمه ودمه وش قبل اللي ما هو من لحمه ودمه جيت اضمه وقال الضمه الضمه قال ابتعد يا ولد بدري على ضمي ما يدري انه خبر انه وانا ضمه يا حلو يا حلو الخبر مرفوع بالضم هذه الناصر الفراعنه صح لسانه حرقك صح لسانه صاحبنا في بيتين فيهن كذا حكمه للي يفهمها يقول الناس فيهم وفيهم بعطيك عنهم ما يكفيك عنهم حاول تخوي اللي ما شاء الله عليهم وبعد عن اللي يعوذ بالله عنهم الله 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 شاهي شاهي تدري عاد ان اعظم مشروب قالوا فيه القصيد اللي هو الشاهي مشروب العظماء ها مشروب العظماء غير عنها اكثر القصيد اللي فيه سجه وزي كذا وعزوه وزي كذا يذكرون فيها الشاهي اشرب الفنجان واكب البي على طيب واحد شبه الطيبين يا سلام ها وين العظماء في القصيد من وين ابتدى زرع الشاهي اشجار نباتات من وين من اي دوله من الهند سريلانكا مو سريلانكا سريلانكا لا انا بلندا الصين لا لا سيلان سيلان لا لا مش سيلان الا انت سمعت سالفتها الا شوف الصين 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 لا نعم صاد اقول الصين اذا يسكن لا لا انا مو الصين يا اخي انا اجتني عقده كذا ارتبط مخي ان الصين عباره عن ايش اي شيء تصنع فيه كهرب لا لما قال لي شاهي شاهي الصين ترى شاهي يوم بعد ان اللي استحدثناه شاهي لا يوم كذا يشرب إيه؟ في طاقة لا لا طرق و لا طرق طريقة طبخة لكن عاد التطور السيلان قاموا يصدرون الشاهي ذا اللي نشروه والناس قاموا يصدرون لكن الشاهي اساس منبعه من الصين وصدق ابو مسلم انا اقول سيلان اخابر انه سيلان لكن سيلان هو اللي استحدث لنا الشاهي ذا كان ما يشربه الا الاغنياء ولا فايف ستار ما في شكله يقول مش قبل ترى ما كان ينضاف له سكر قبل الشاهي سادة جورج اورويل ايش يقول متعة الشاي بدون اضافات كانوا يشربونه سادة فترى صدق لو تجرب الشاهي بدون سكر هنا متعة الطعم صدق بس الناس تحط سكر ترى عشان تحليه ولا طعم مرة ما حد يشربه حلي ايامك مع السكر صلا هو نفسه تدري عاد ان السكر انه هو ينقال عنه ويطلق عليه السم الابيض شوف ترى منح كله السم الابيض هذا ينطبق عليه الضغط والسكر صح يوه شوف الحين ما شاء الله يا في شيبان متعافين امورهم طيبة بس وش يهد حيلهم السكر ولا الضغط ترى مصيبة لاجع على خاصة الرجال الكبير والله إنه يكب حيله كله سأل الله أن يشافي كل مريضي والله طيب وش الذهب الأبيض يا رجل ذهب دقيقة ذهب الأبيض بوسر الملح اصبر لا. صح أبو ضاف طيب وين منبع الملح عندنا في المملكة العربية الشرقية لا في جازان لا جازان الملح في مدينة ينبع تصدر حرض الملح وفيها من اكبر ينابيع ينبع لا القصيم لا وين شرق ولا شمال؟ احنا المملكه وش؟ المملكه كبيره يا ابو لا ابراهيم عطنا كل واحد يرمى رمى رمى رم عشان ما نضيع بس الجنوب لا لا هي في الشرقيه انا اقول شرقيه ارمع شرقيه ارمع ارمع اكسر رابع ارمع الملح هي في الشرقية حالها أنا. طيب ارمع ما عندي مشكلة تلقاها في الشرقية بس أكبر السؤال أفهم السؤال محافظة أو المدينة اللي عرفت في المملكة العربية السعودية الحساء لا خلاص أنت رمعتها الحساء الشرقية إيش قلت يا أبو ظافر؟ ارمي الدمام ها ملح السؤال أملج أملج في السؤال علمني ما أنا معلميك خلاص أنا السؤال القصب وش هي؟ يا أخي إنه اسمه أصلا ملح القصب بعلمك القصب أي منطقة؟ منطقة الرياض حول شقرة وشيقر والقصب ومرات وحراملة والديار هذه هي الديار اللي أنا ساكن فيها والمشاش هذه فيها أكبر تصدير للملح ناروس بس 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 آه لا يا فيها بحر هي لا ما فيها بس يا أخو سبحان الله يا أنا خبر الملح أي ما يطلع لنا في المناطق اللي فيها بحر يا أخوي القصب معروف من الحاجة دي خاصة أنا ما ودي أتفلسف بس فيها أبار للملح والمرضي تعرفون ملح القصب ملح عشان الشمس يا شيخ عشان الشمس لا مالك تجيبها انت تعال انا جيت المشاش
هزينه شيء يا اخي حياتهم ريفيه هوي. نعم فوق الريفيه ما شاء الله تبارك. انا الحين في شاقرة طبيعه المنطقه صح. الساعه معي ابو جديع تبي تحاج الديار ذيك يا اخوي من الساعه 7 8 بالليل 9 بالكثير مطفين اللمبات ومريح الروس ضجه المدن دي ما تلقاها فيها ريف ريف صح يا ولد كلهم اهمهم لا 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 ضايقون كادحه حلوه كادحه يا انا حسيت انك مقطع والله انا صدمت منك كادحه إيه ناس كادحة تسعى على مصالحها تسعى ناس كادح يا رب الله كادح ايش معناه كادح يعني شقي في حياته يعني شقي في رزقه هو فين يا سلام يبذل أقصى مجهود يا سلام فلاح عندي سؤال بسك في المسجد نسيت الحين هل أذكر المساء هل ملزوم انك تقولها بعد المغرب ولا بعد العصر هو بعد العصر بس نسيت اجيبها بعد المغرب بجيبها لكم طابعها وجايبها هو الاساس انها بعد العصر لا فيها الوقت ايش السؤال ليش علمونا اذكار الصباح والمساء متى تقال بعض اهل العلم يقول تقولها العصر بعد الصلاه وبعضهم يقول تقولها بعد المغرب صحيح إيه؟ ما فيها ما تقدر تقول الصحيح صار فيها خلاف الافضل انك تقولها الافضل انك تقولها بعد العصر خلاص من بعد العصر وطالع يعني كيف بديت المساء كيف الجو معك والله الجو نسناس على كيفك الحين والله نحسن من داخل محاوطن على انا ما يجي النسناس ترى الاذكار تطرق للاذكار يا ربع اوصي نفسي وياكم ترى الأذكار في محلات مثلية وفي أمور مثلية وفي شاشات وفي أمور وفي واجبة عليكم بالأذكار عليكم بالشيء اللي حصن والشيخ عنده أكثر يعلمنا وبيفيدنا الحاجة دي لا أنا كنت ناوي أقولها لكم والله صراحة ترى أنت تطلع على شاشة تطلع على آلاف في بعضهم ما عنده اللي عندك صدقت لا من شكل أنا ما أتكلم عن نفسي لأني أعرف شكلي لا من شكل لا من محتوى لا اي الله لا يبارك في الظالم صدق. لا من شكل لا من محتوى لا من طرح لا من سالفه انت ممكن تجي بدون قصد احيانا تجي بدون قصد انا قريت كتاب للشيخ عبد الله السدحان يقول فيه رجال كان عنده عشاء ضيفه وعالم مجلسه مليان والله ما ادري ومجلسه مليان يقول وعنده ثلاثه عيال يقول يتعشون يخلصون يوم جاء على الفجر على الفجر لأن ولده الوسطاني ما عاد يتحرك فيه عظم يحاولون يشلون يرده من مستشفى لمستشفى من مستشفى لمستشفى من عيادة لعيادة جلس هو وياه حول 7 سنوات وهو ما خلى مستشفى اللجة راح لألمانيا حول 4 مرات أو 3 مرات المهم يقرأ عليه ويقرأ المهم يقرأ عليه واحد قال عليه واحد يقرأ 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 قال أنت من اللي في خاطرك تحس إنه سبب العيب قال أبوي لا إله إلا الله قعد أبوه يبكي يقرأ أنا قال قم توض يقوم يتوضب أبوه يعطي يقول رجال عقب ما كب على رجليه ما قعد يحبي شوي هم عقبه بعدها ب6 شهور 8 شهور بدأ يمشي خذ له علاج طبيعي 7 سنوات ويسأله قالوا وش الطريقة ولا وش السالفة أنت وش سويت؟ قال يا رجال أنا كان عندي عشاء وعندي 3 عيال ولا جاءوا الثلاث عيال العشاء ما جل الوسطاني وقلت عز الله أنك ولدي عز الله أنك بيضت وجهي يقول فزت نفسي لشغله قام بالرياجيل كله يقول فزت نفسي فما ذكر الله فدائما سبحان الله أي شيء تشوفه ذكر الله قل ما شاء الله تبارك الله تبارك الله برك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت من أحد ما يعجبك قل تبارك الله إذا رأيت من نفسك ما يعجبك أنت تقول ما شاء الله تبارك الله حتى ما فيها شيء مثلا بعض الأحيان إذا حسيت أن شخص أنك سويت حاجة ما أنك تذكره قل ما شاء الله أخي يزعل يزعل لا ما فيها شيء يقول لك يقول لك أنا نضول لا لا أنت نضول بس أذكر ربك لا أذكر الله لا أذكر الله ترى ما فيها شيء وبعضهم يجيبها أن إيش بعضهم يزعل يقول وش تقصد أنا نضول قال لي انت نضول يا اخي انا نضول يا رايد بالسب الظالم اقول ما شاء الله تبارك ذكر الله يا اخي حتى انا نضول انت نضول الثاني نضول ربما العين تفز ولا القلب يفز وانت ما تعلم هي على الكزه هي على نيه ما احيانا بدون نيه احيانا انت نيتك يعني هذا بيضر ولده بس احيانا تفز النفس تعجب بشيء تفز احيانا اللي في القران نضل مزرعته احترقت مزرعته لانه ما قال ما شاء الله تبارك مستعلة من إلهي ربي لو جدت خير منها بحرة فلا بد الواحد يعني الشيء راع من شيء يعجب يقول تبارك الله مساك الله بالنور والسرور والله الأجواء عندنا حلوة طبيعي هو النور معليه
وهناك لا هواء ولا ناشف. تبغى ترش فيري قبل تنام. عاصمة الربع انا ابوي متعود كذا. كل بعد عصير عصر او ادوى من ذا الوقت. يفرش فلسه في الدرب. ولين ذا المغرب. قبل ذا المغرب خمس دقائق يوقف بيهم. عشان كذا هو اللي خلى حالك كذا الله يحفظه ويرضى عليه. هذا والله اللي نتف شعرك شكله. طويل العمر على راسه. هذا اللي خلاها صلعه. هذا بلا ابوك يا عقاب.